كل التفاصيل فيما يخص هذا الأمر والرواتب والميزانية المرسلة من بغداد. نعم يا مصطفى، تفضل لك الكلمة. مرحبا سمير. أهلا سمير، اليوم البداية ستكون مع ما صرح به المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان السيد جوتيار عادل. السيد جوتيار عادل تحدث عن استعدادات حكومة إقليم كردستان لصرف رواتب الموظفين في الإقليم للشهر المقبل، يعني ربما الأيام المقبلة القليلة ستشهد صرف مستحقات الموظفين. السيد جوتيار عادل أضاف يعني خلال لقاء متلفز أن حكومة إقليم كردستان أرسلت وفد إلى بغداد برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، يعني سير المباحثات كان يجري بشكل جيد جدا، لكنه أشار دون تحديد الجهة، أشار إلى وجود معرقلات من قوى سياسية معينة لتعثير أو للوقوف بالضد من إرسال مستحقات إقليم كردستان والبالغة 12 تريليون دينار بحسب ما تم الاتفاق عليه مع سيد مصطفى الكاظمي. جوتيار عادل أشار في وقت سابق قال أن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة كانت قد أبرمت اتفاقا مع حكومة إقليم كردستان بموجبه سترسل حكومة بغداد إلى الإقليم 13 تريليون دينار، وهي المستحقات يعني مقابل صرف مستحقات 250 ألف برميل من النفط إلى بغداد، لكن بسبب الاستقالة وتمرير قانون العجز المالي لم يتم صرف هذه المستحقات، وقد تم خفض هذه المستحقات إلى 12 تريليون بعد عقد اتفاق آخر مع السيد مصطفى الكاظمي. بعد تمرير قانون العجز المالي لم ترسل بغداد، ووضعت حكومة إقليم كردستان أمام مواجهة صرف مستحقات الإقليم. موازنة الإقليم التي ترسلها بغداد إلى إقليم كردستان تبلغ 35% فقط من مستحقات عموم محافظات إقليم كردستان وعموم الموظفين في إقليم كردستان. السيد جوتيار عادل أشار إلى أن الوفد برئاسة قباد طالباني سيزور بغداد قريبا جدا، وأن حكومة إقليم كردستان عازمة على صرف رواتب الموظفين خلال الأيام المقبلة. لم يشر السيد جوتيار عادل إلى معلومات أو كيفية التعامل مع الوضع المالي في إقليم كردستان في حال لم ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دولار، بعد أن أرسلت استفسار حول تبيان يعني موقف حكومة بغداد، الحكومة الاتحادية في بغداد، من إرسال مبلغ 320 مليار دينار، وهو المبلغ الذي اتفق عليه من قبل مع حكومة السيد الكاظمي. هذا فيما يخص مستحقات إقليم كردستان، وفيما يخص تصريحات سيد المتحدث باسم رئاسة الحكومة السيد جوتيار عادل. فيما يخص نشاطات أربيل سمير، اليوم تعقد ورشة ضمت عدد من الصحفيين في إقليم كردستان والمحافظات العراقية أيضا. هذه الورشة تقام من قبل مؤسسة مسارات وأيضا مركز مواجهة خطاب الكراهية للتعريف بالأخبار الكاذبة وكيفية تأثير هذه الأخبار على الجمهور والرأي العام بشكل عام. يعني لتوضيح أكثر ولشرح تفصيلي أكثر ينضم إلي الآن السيد سعد سلوم، وهو المنسق العام لمركز مواجهة خطابات الكراهية في العراق. مرحبا بك أستاذ سعد. أستاذ سعد، هل لا تحدثنا عن الرسالة التي تودون إيصالها اليوم من خلال هذه الورشة؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة من قناة زكروس. مركز مواجهة خطابات الكراهية هو مركز أسس في عام 2018 من قبل قيادات دينية وأكاديمية ومجتمعية عراقية، والمهم في هذا المركز هو احتواء ومواجهة خطابات الكراهية المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعية وعن طريق المنابر السياسية والإعلامية المختلفة. أهمية رصد وتحليل خطابات الكراهية هو أنها كثيرا ما تشير إلى أزمات اجتماعية وسياسية مقبلة، فتشكيل نظام إنذار مبكر لمواجهة هذه الخطابات ولكشف هذه الأزمات يعد إحدى الأولويات في هذا المركز ويلخص رسالة هذا المركز. اليوم احنا نعقد ورشة خاصة بالإعلاميين لكشف الأخبار المزيفة، الفيك نيوز، الديب فيك، كجزء من محاولة احتواء حق الجمهور بالمعرفة واستخدام هذه الوسائل المضللة
للأخبار لنشر خطابات الكراهية. يعني هذا جزء من عمل هذا المركز. المركز من خلال عمله خلال السنوات الماضية ومن خلال شبكة الراصدين والمحللين تجاوزت 1000 متطوع في العراق، يقدم معلومات لا غنى عنها لمعرفة خريطة الفاعلين الأساسيين المنتجين لخطابات الكراهية، ويقدم تصور مهم للحكومة أيضا لكيفية مواجهة هذه الخطابات. المشاركين في هذه الورشة من عموم المحافظات العراقية أم من محافظات معينة؟ نعم، المشاركون 30 صحفي ومدون من محافظات العراق ومن محافظات إقليم كردستان. رعينا فيها المعيار الجغرافي ومعيار يعني تمثيل وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى أيضا الخلفية الدينية والإثنية واللغوية. شكرا جزيلا أستاذ سعد، شكرا لهذه الإضافة. يعني هذا كان مجمل ما يتعلق اليوم بنشاطات أربيل. العودة لك سمير. عم مصطفى سلمان مراسلنا من أربيل، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. نبقى في إقليم كردستان، حيث عقد برلمان كردستان جلسة اعتيادية لمناقشة